الحديث عن مسار اليهود النافذين في البلاط السلطاني وتميز المغرب بهذا البعد عن باقي بلدان العالم الإسلامي، حيث كان السلطان يقدم بنفسه الحماية لليهود المغاربة ويستفيد منهم على المستوى التجاري والمالي والعلاقات الدبلوماسية مع البلدان الأوروبية. نقف في هذا التقرير على حكايات مثيرة في صلب هذه العلاقة المتميزة في المغرب بين السلطان الشريف وما أصبح يعرف بيهود السلطان أو يهود البلاط، وقائع بعضها غامض ومثير وبعضها الآخر شيق ومأساوي وعنيف. ونقف حول ما تعرضت له عائلة آل ممران اليهودية من مؤامرات ودسائس. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من شخصيات آل ممران وكيف حكمت بلاط السلطان المولى إسماعيل وكيف كانت نهايتها المأساوية. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى الثقافي والتاريخي. جوزيف مايمران أو يوسف مايمران هو تاجر يهودي مغربي، كان رئيسا للطائفة اليهودية وشغل منصب الصدر الأعظم على عهد المولى إسماعيل بين 1672-1683، وكان أحد أكبر مستشاريه، وهي ذات المهام والوظائف التي سيرثها ابنه أبراهام مايمران أو إبراهيم مايمران كما تم تعريبه، والذي قوى العلاقات الدبلوماسية والتجارية للمغرب مع فرنسا والبرتغال وإسبانيا وهولندا، وتمتع بنفوذ قوي على عهد السلطان المولى إسماعيل وخلفه، إذ شغل مهام دبلوماسي مكلف بالشؤون الأوروبية ومستشار للسلطان ووكيل الأعمال التجارية للمخزن بين 1683-1722. وستنتشر عائلة مايمران في مدن مغربية عديدة، من مكناس والصويرة إلى مازاغان، وامتد نفوذ هذه الأخيرة حتى القرن التاسع عشر، حيث شغل أحد فروع نسل مايمران منصبا ساميا لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله، واستقدمه المولى سليمان من أسفي وعينه مبعوثا إلى أوروبا قصد تنشيط المبادلات التجارية معها، خاصة في مجال الحبوب والصوف والأسلحة والشمع والفول. وقامت منافسة قوية بين عائلة مايمران وعائلة آل طوليدانو التي اختصت بالتجارة مع هولندا، وآل بن عطار مع إنجلترا وجبل طارق من جهة أخرى، وبين مستشارين للسلطان المولى إسماعيل أغضبهم النفوذ اليهودي في دار المخزن وحضوتهم لدار السلطان، فتم تسميم إبراهيم مايمران، فيما تم سجن شقيقه صامويل مايمران والذي أصبح رئيسا للطائفة اليهودية، فيما تم قتل ابنه في بيته. نفس الطريقة المريبة سيلقى بها يوسف مايمران الأب حتفه بين التسميم والاغتيال، وقد لفقت له تهمة القتل لموشي بن عطار الذي سجنه المولى إسماعيل وتوفي وسط السجن، وكما تسنى للوزراء النافذين التخلص إلى حين من آل مايمران وبن عطار الذي تم الاستيلاء على ثروتهم بعد التخلص منهم. للحكاية بقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.